أحسن الله إليكم. أبو ريان له مجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول عن الأسباب المعينة على تقوية الإيمان إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، كيف يقوي إيمانه؟ نعم، الأسباب التي تقوي الإيمان الطاعات بأنواعها. الإيمان يزيد بالطاعة، إذا أراد أن يقوي إيمانه فعليه بالإكثار من الطاعات وتجنب المعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجميع الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، وكذلك تلاوة القرآن أو الاستماع لتلاوة القرآن مما يزيد في الإيمان. الأعمال الصالحة كلها تزيد في الإيمان. عليه أن يكثر من الطاعات وأن يتجنب السيئات، وعليه بمجالسة الصالحين وصحبة الصالحين، فإن هذا مما يزيد في إيمانه. وعليه أيضا أن يتفكر في آيات الله عز وجل القرآنية ويتدبرها، فهذا مما يزيد في إيمانه. وكذلك يتفكر في مخلوقات الله وفي آيات الله الكونية يستدل بها على عظمة الله قدرته سبحانه، فيزيد هذا من إيمانه. التفكر في مخلوقات الله وتدبر آيات الله القرآنية كل هذا مما يزيد في الإيمان.